الفنان المعتزل حمدي حافظ اشتهر بتجسيده شخصية الصبي المراهق في أفلام سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، ولم يستمر تواجده في الساحة الفنية لفترة طويلة. ده حمدي حافظ كان مشهور في السبعينيات، وده مشهد من أعماله، وهنشوف أسرار عنه وأحدث صوره. اسمه بالكامل حمدي محمد عبد الحافظ، ولد حمدي حافظ في 30 نوفمبر عام 48، نشأ في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 75، وبدأ ظهوره في السينما في سبعينيات القرن الماضي، وكان من بوابة فيلم شلة المراهقين عام 73. وقدم حمدي حافظ أفلام مدرسة المراهقين وبيت بلا حنان وسيقان في الوحل ووداعا إلى الأبد وهذا أحبه وهذا أريده. مع بداية تسعينيات القرن الماضي اعتزل حمدي حافظ التمثيل وتفرغ للعمل في المسلسلات الدينية فقط. كان شكري سرحان سببا في تفكير حمدي حافظ في الاعتزال، والذي رواه في حواره لصحيفة عكاظ أن الفنان الراحل كان معه في عمل فني ودعاه للصلاة معه، وأردف: قبلت دعوة سرحان للصلاة تحرجا، إذ لم أكن أصلي، غير أنني وبالتدريج كنت أستشعر وخزا مؤلما في ضميري كلما ضيعت الصلاة، ولا أسترجع السلام مع نفسي بدون الصلاة. قبل اعتزال حمدي حافظ توثقت علاقته بالشيخ عبد الحميد كشك، وحكى: كنت أتردد على منزل الشيخ عبد الحميد كشك وأنصت باهتمام إلى دروسه ومواعظه، وكان الشيخ يترفق بي ويمعن في تعميق أواصر الود بيننا، فإذا حضرت الصلاة لا يطيل حتى لا ينفرني منها. ومن وقت لآخر كان يبدي إعجابه ببعض أعمالي، مؤكدا لي أن الفن ليس حراما ما لم يكن وسيلة لارتكاب المحرم. ده الشيخ كشك وشكري سرحان الاتنين تسببوا في اعتزاله. التزام حافظ أثر على الأدوار التي يقدمها في أعماله الفنية، موضحا أنه كان ينفر من الأدوار المنافية للأخلاق حسب تعبيره، وينصح زملائه بالعدول عن ذلك الأمر. أرجع حافظ سبب اعتزاله إلى عدم انسجامه في الوسط الفني، خاصة أنه دخل في مشادات عدة مع زملاء له اتهموه بأنه ينتمي لجهة رقابية وبشكل أشد منها كذلك، ليتخذ هذا القرار تجنبا للانصدامات. يرتبط حمدي حافظ بشكل وثيق بالمملكة العربية السعودية ويقول عنها: أزور المملكة أكثر من مرة في العام منذ أكثر من 30 سنة. وهنا دي أحدث صوره. عنده حوالي 70 سنة. وعليكم نبذة مختصرة عن حياة وزوجات الفنان شكري سرحان، والذي كان من الأسباب التي دفعت حمدي حافظ للاعتزال. ولد محمد شكري الحسيني سرحان يوم 12 مارس 1925 في قرية الغار مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والتحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوية بالعباسية، ورسب مرتين وتم فصله، ولكن ناظر مدرسة الإبراهيمية الثانوية بجاردن سيتي وافق على قيده بالمدرسة لتفوقه في رياضة الملاكمة، كما أنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا تفوت صلاة. فهو من أسرة متوسطة متدينة، ووالده رجل دين أزهري، فقد كان والده الشيخ الحسيني سرحان قد حصل على الثانوية الأزهرية والتحق بكلية أصول الدين، وعمل مدرسا للغة العربية والدين، وتزوج من إحدى بنات مدينة فاوس بالشرقية اسمها بهية، وأنجب منها أولادهما وهما بالترتيب صلاح، شكري، عطيات، صفية، سامي، إنصاف، وشوقية. ده شكري سرحان وصلاح سرحان أخوه، وهنا الثلاث أشقاء سامي سرحان وصلاح سرحان وشكري سرحان. ثم عين الوالد بمدرسة الورديان بالإسكندرية، وانتقل بعدها إلى إحدى مدارس السيدة زينب بالقاهرة، فاستأجر شقة بشارع الكرماني المتفرع من شارع المبتديان أمام مؤسسة دار الهلال،
وبالقرب من المنزل كانت توجد سينما الهلال الصيفي، وهي سينما بدون سقف، فكان الطفل شكري سرحان وشقيقه صلاح يصعدان فوق أسطح العمارات المجاورة لمشاهدة الأفلام بالمجان، خاصة أفلام الإثارة والأكشن التي يتفوق فيها البطل، وهذا ما جعله يعشق رياضة الملاكمة ويمارسها في نادي تلال زينهم، وينتقل إلى نادي السكة الحديد ثم إلى نادي طلعت حرب. وبسبب حصوله على بطولة القاهرة حصل على منحة مجانية منحها وزير المعارف العمومية آنذاك محمد بيه العشماوي. التحق الشقيقان صلاح سرحان وشكري سرحان بمعهد التمثيل، وكان من أول دفعة تتخرج من المعهد مع زملائهم فريد شوقي ونبيل الألفي وكمال حسين وحمدي عيس وعمر الحريري وغيرهم. وانطلق شكري سرحان في عالم السينما قبل شقيقه صلاح ب4 سنوات، ونال شهرة أكثر بكثير، فبينما ترك صلاح علامة سينمائية واحدة هي دوره الشرير في الشموع السوداء مع صالح سليم، ترك شكري سرحان في المقابل إرثا ضخما من العلامات التي لا يمكن حصرها في كلمات، من الزوجة التانية مع سعاد حسني، وليلة القبض على فاطمة مع فاتن حمامة، ورد قلبي مع مريم فخر الدين وغيره. هنا مع سامية جمال، مع شادية. وأثناء استعداد شكري للزواج فوجئ برحيل شقيقه وتوأم روحه مبكرا إثر مرض عضال، فترك ذلك به أثرا نفسيا سيئا، وظل يذكره بألم طوال حياته. وبعد أن كان يقدم عدة أعمال سينمائية في العام الواحد، اكتفى شكري سرحان ب3 أعمال فقط خلال العامين 65 و66، حاول خلالهما الخروج من أزمته النفسية. شكري سرحان تزوج مرتين، الأولى من الراقصة الأرمينية هيرمين، واستمر لعامين، إلا أن اختلاف الطباع بين الاثنين كان يؤكد حتمية الفشل، فطلبت منه الطلاق وهي تبكي. دي الراقصة الأرمينية هيرمين. أول زوجة لشكري سرحان، وطلقها شكري وهو يبكي أيضا، بل وأرسل لها الورد وكلمات الحب مع قسيمة الطلاق. الزيجة الثانية كانت من خارج الوسط الفني وتدعى السيدة نيرمين عوف، وأنجب منها ابنين هما صلاح الذي عمل بالفن لفترة ثم هجره بإرادته الحرة، ويحيى الكاتب الذي عين سفيرا للنوايا الحسنة. هنا مع ولاده الاثنين صلاح ويحيى. وهنا مع السيدة نرمين عوف زوجته الثانية، ومع أولاده لما كبروا صلاح ويحيى. صورة نادرة. هنا هو عندما أنجب من زوجته السيدة نريمان عوف ابنه الأول، أطلق عليه اسم أخيه الراحل صلاح سرحان. وفي ديسمبر 2014 غيب الموت الفنان والمؤلف المصري صلاح سرحان نجل الفنان الراحل شكري سرحان. ده شكري سرحان وابنه صلاح سرحان، اسمه على اسم أخوه من كتر حبه ليه، وهو توفى برضه صغير. ومما يذكر أن شكري سرحان عاشق التمثيل، وأراد وشقيقه صلاح الالتحاق بمعهد التمثيل بعد فشلهما في الحصول على مجموع يؤهلهما دخول الكليات الكبرى، لكن والدهما الشيخ الأزهري رفض وغضب عليهما وحرمهما من مصروف، فبكى الصبيان وتوسلت الأم والشقيقات عطيات وصفية وإنصاف للأب الذي رضخ في النهاية. لا سيما أن معهد التمثيل كان قد افتتح حديثا بعد أن أنشأه الفنان زكي طليمات، وسيكونان ضمن تلاميذ الدفعة الأولى عام 44، ولحقت بهم في العام التالي الدفعة الثانية، وتضم كلا من فاتن حمامة وسميحة أيوب وسناء جميل وملك الجمل وزهرة العلا
وكريمة مختار وبرلتي عبد الحميد وعبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم مدبولي وعلي الزرقاني وعبد البديع العربي وعدل كساب وأحمد الجزيري وتوفيق الدقن وإبراهيم الشام، كلهم نجوم. ده شكري سرحان وصلاح أبو سيف من كواليس فيلم الزوجة التانية، وده جواز صفا. عام 47 حضر إلى القاهرة منتج لبناني اسمه جورج منصور، وتعاقد مع زكي طليمات ليكون مديرا فنيا للأعمال التي يقوم بإنتاجها في مصر، وطلب منه أن يرشح طالبا وطالبة من تلاميذه يتوقع لهما مستقبلا طيبا ليتعاقد معهما للمشاركة في أعماله القادمة، فرشح له الطالب شكري سرحان والطالبة فاتن حمامة. شكري سرحان وفاتن حمامة الاتنين أحسن من بعض، ووقع معهما عقدا لمدة 3 سنوات مقابل 10 جنيهات شهريا بخلاف أجرهما في الأفلام، بشرط ألا يتشاركان في أي أعمال أخرى غير أعماله. كان أول فيلم من إنتاج المنتج اللبناني جورج منصور بعنوان الجولة الأخيرة، واختار بطلا حقيقيا فيلم ملاكمة اسمه بن خليفي من الجزائر، وأسند إليه دور البطولة وهي شخصية ملاكم في الفيلم، ورشح فاتن حمامة للقيام بدور البطولة أمامه. ويوم البروفات لم تفهم فاتن حمامة ولا كلمة مما يقوله الملاكم الجزائري الذي يجمع في لهجته بين الفرنسية والعربية والأمازيغية، كما أنها لم تشعر نحوه بأي انسجام، ورأت أنه من الصعب أن تحبه في الفيلم فرفضت، ورفض والدها أحمد أفندي حمامة أن تمثل الدور، فتعاقدوا مع زميلتها بالمعهد سميحة أيوب. أما شكري سرحان الذي كان سيقوم بدور الملاكم في الفيلم فتم استبعاده لأن المنتج اللبناني كان معه شريك جزائري، لكن الصدفة لعبت دورها، حيث كان شكري في دار الأوبرا يشاهد أحد العروض، وجلس إلى جواره لحسن حظه الصحفي بمجلة آخر ساعة صلاح زهدي، وتعرف على بعضهما، وعرف أن شكري يدرس بمعهد التمثيل وبطل مصر في الملاكمة ويمارس المصارعة وألعاب القوة وكرة القدم، فدعاه لزيارته بالمجلة ومعه مجموعة من الصور الشخصية، ونشر تحقيقا بعنوان فتى أول ينقصه منتج ومخرج. قرأ المخرج حسين فوزي المقال واتصل بالمحرر، وطلب منه المحرر أن يرسل إليه هذا الشاب الممثل الملاكم الذي يبحث عن مخرج لأنه يبحث عن وجه جديد ليقوم بدور البطولة أمام الممثلة الجديدة التي اكتشفها واسمها نعيمة عاكف في فيلم لهاليبو. وبالفعل نجح الوجه الجديد شكري سرحان في الفيلم الذي عرض لأول مرة يوم 29 سبتمبر 1949، وبالرغم من أنه أحد نجوم العصر الذهبي الذين قدموا عدة علامات سينمائية وتلفزيونية مميزة، إلا أن الفنان الراحل شكري سرحان قد فضل في سنوات عمره الأخيرة الابتعاد عن الأضواء، وتوفي في 19 مارس من عام 1997، وامتدت مسيرة شكري سرحان الفنية منذ عام 49 وحتى 91، والتي كانت حصيلتها 150 فيلم ما بين أفلام البطولة المطلقة والجماعية وبين أدوار هامشية في ختام حياته الفنية، وهو ما جعله يعتزل التمثيل في عام 1991، وكرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 96 بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على دخول السينما، وتم اختياره أحسن ممثل مصري، كما حصل على جائزة المهرجان الآسيوي الأفريقي لأحسن ممثل عن دوره في قيس وليلى. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا